يرجع النسب إلى الإمام الحسين بن علي كرم الله وجهه وهو أحد أعلام التجديد والتنوير في الفكر الإسلامي الحديث وكان له بصمات علمية وفكرية واسعة وهو أحد من استفاد من البعثات العلمية إلى الخارج وبالتحديد إلى فرنسا ولازال مشروعه التجديدي والعلمي يذكر حتى الآن رغم مرور كل هذه العقود الطويلة إنه الشيخ رفاعة الطهطاوي في مصر أرض المجددين. تمثل محور مشروع التجديد عند رفاعه رافع الطهطاوي في قضية رؤية الآخر والترجمة وإصدار الوقائع المصرية وتنظيم مسألة الآثار والاهتمام بها بل إن له كتاب اسمه القول السديد في الاجتهاد والتجديد رحمه الله رحمه واسعه فضيله العالم الجليل الاستاذ دكتور علي جمعه اهلا بحضرتك اهلا وسهلا بكم يا الدكتور النهارده هنتوقف مع العلامه رفاعه الطهطاوي اولا هو كله تجديد وكله تطوير وكله رؤى ولكن من اي الزوايا يفضل دكتور علي جمعه ان نبدا في الحديث حول العلامه رفاعه الطهطاوي؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا بس رسول بس الله, بس الله, الله واله وصحبه ومن والاه ايضا كان رفاعه رافع الطهطاوي وهو من طهطة كان علامه فارقه وكان ايضا كما قلنا قبل ذلك في الشيخ محمد المهدي كان من العجائب والغرائب يعني هؤلاء الناس أقامهم الله سبحانه وتعالى من أجل أمر يقتضيه ويريده في في الأرض رفاع رافع الطهطاوي كان شخصا نجيبا ولما جاء مصر والتحق بالأزهر جلس حوالي ست سنوات ثم اصبح متصدرا للدرس هو ولد 1801 يعني في بدايه القرن ومات سنه 1873 عنده 72 سنه رحمه الله تعالى رحله العطاء هذه في خلال 72 سنه لما جاء مصر القاهره ودخل الازهر ودرس فيه اختص بالشيخ حسن العطار الذي اصبح بعد ذلك شيخا للازهر حسن العطار كان رجلا ابو كان عطار وكان يعني فقير الحال ولكنه كان في منتهى الذكاء وكان متوجها للمعرفه البشريه هو البشر وصل لايه؟ وللحقائق العلميه ولذلك نراه جلس مع الفرنسيين حتى يستنبئ منهم سر ما وصلوا اليه من قوه استطاعوا معها دخول البلاد بهذه الكيفيه. صحيح الفرنسيين هزموا في الشام في عكا وهزموا في الصعيد ولكن مهما كان كان عندهم شيء من القوه رفاعه الطهطاوي تعلم على يد مدرسه حسن العطار رفاعه الطهطاوي لما تصدر للتدريس وكان حافظا للقران ذهب الى الجيش المصري وانضم اليه واصبح اماما للجيش المصري. لما جاء محمد علي باشا حثه حسن العطار ان يرسل البعثات العلميه كان يرسلها اول ما ارسل الى ايطاليا، ثم بعد ذلك اتفق مع باريس على ان ترسل الى باريس. ارسلها الى باريس و قال له علشان الأولاد لا يتفلتوا هناك ابعت معاهم من يقيم لهم الصلاة ويلجأون إليه في معرفة الأحكام ورشح رفاعة الطهطاوي وذهب معهم ثلاثة رفاعة أحد الثلاثة هؤلاء وقال لرفاعة اكتب لي كل شيء لأن الفرنسوية معهم مفتاح مفتاح يعني حاجة معينة احنا مش عارفينها فلما ذهب رفاعة إلى باريس بدأ يتعلم الفرنسية وهو في المركب مما يدل على علو الهمة و اتخذ له أستاذا هناك يعلمه الفرنسية وأستاذا يعلمه منظومة العلم كان اسمه جومار وبدأ يرسل لحسن العطار كل شيء كيف ان عربيه الرش بت... بتعمل الشارع بياكلوا ازاي بيحطوا الشوكه فين والمعلقه فين والسكينه فين وكذا الى اخره علاقه الرجل بالمراه وهي اصل الاجتماع البشري كيف تكون الى اخره رفاعه هناك حولوه من امام للبعثه الى طالب في البعثه لما رأوا النجابة ورأوا تعلموا الفرنسية بسرعة وبعض أهل هذه البعثات كان يصوغ الشعر بالفرنسية من شدة التمكن من اللغة كل ده لأن المنهجية حاضرة في ذهن بدأ بقى هنا المشروع التجديدي لرفاعة مشروع التجديد لرفاعة ده الف فيه رسالة لطيفة اسمها القول السديد في الاجتهاد والتجديد، وهو أول من أوجد كلمة التجديد في كتاب، في عنوان كتاب، ونشر هذا في صورة حلقات في مجلة كان مسؤولا عنها في أواخر حياته اسمها روضة المدارس، هذه المجلة نشرت حلقات من القول السديد ثم بعد ذلك طبع في صورة كتاب إذا الرجل كان واعيا أنه يقوم بتجديد هذا التجديد كانت له عناصر العنصر الأول هو وجوب الاطلاع على منتجات الآخرين فقام بإنشاء مدرسة الألسن رب فيها مجموعة كبيرة من المترجمين منهم صالح مجدي باشا وغيره صالح مجدي ده بنقوله لأنه لما الخديوي إسماعيل أراد أن يخفف العلاقة التي بين مصر وبين تركيا وتركيا عملت مجلة اسمها المجلة العدلية والمجلة العدلية دي يعني قوانين قننت فيه الفقه الحنفي فاسماعيل أصبح في ورطة لأنه لو طبق المجلة العدلية هتصبح البلاد أكثر اتصالا وتبعية لتركيا فجمع العلماء وقال لهم نعمل ايه في الورطة دي فالعلماء اقترحوا ان احنا نمشي على الملكية واقترحوا ان احنا نعمل مجلة تانية للقول الثاني عند الحنفيه. نشوف المجله الاولانيه دي بتقول يمين نقول احنا شمال، شمال نقول احنا يمين. وده قام به محمد قدري باشا وكان ايضا من التلامذه رفاعه الطهطاوي. علي افندي ابن رفاعه الطهطاوي يحكي هذا الكلام وهذه الجلسه لرشيد رضا الذي لم يرى رفاعه وانما راى ابنه علي افندي. ف الخديوي اسماعيل لم يخرج من الشريعه ولا يريد بل يريد الخروج من التركية بالظبط من تركيا والتبعيه لنفس المذهب لنفس المذهب ده نعم. مغلق منغلق لنفس المذهب يعني فناس قاعدين قالوا على فكره كل القانون الفرنسي ماخوذ من المذهب المالكي من جوارهم للاندلس المالكيه وتأثرهم دراسة وفقها بهذا فقالوا طب لما نشوف فبدأ كلف رفاعة هو والفريق بتاعه اللي فيهم محمد قدري وكان يتقن الفرنسية وكان وزيرا للعدل دلوقتي يقول الحقانية ومنهم صالح مجدي باشا وغيرهم لترجمه القوانين الفرنسيه وصدرت في مجلدين موجوده عندي في مكتب في مكتبتي اللي هي القوانين الفرنسيه التي اصدرها كود نابليون اول وكود نابليون ثاني فيها. واعطيت هذه الترجمه الى مخلوف العدوي علشان يقارن بينها وبين المذهب المالكي فقارنها في مجلدين المقارنات التشريعيه وطبعنا هذا الكتاب ايضا علشان نوازن ما بين هذا اذا فالمشروع العلمي التجديدي بتاع الرفاعه كان واضحا وهو بناء الجسور الفكريه الثقافيه من غير تاثر ولا انضباع يعني تقليد اعمى لما يصل اليه الغرب. لا احنا هنقرا وهنفهم وهنهضم ثم نختار. وليس ان احنا ما راي او كذا الى اخره احنا عندنا تراث وهذا التراث تراث فيه كنوز ولكن لا يمنعنا هذا من ادراك خبره الاخرين وما توصلوا اليه من افكار وما يصلح من هذه الافكار معنا في بيئتنا، في ديننا، دين في مراداتنا التي نريدها. اذا هذا مشروع تجديدي متكامل. طب استاذ حضرتك بعد الفاصل نشوف الاسباب بعد هذا المشروع اللي ادت الى بقائه لمئات السنين بهذا الشكل حينما ياتي اسم رفاعه الطهطاوي على طول ياتي في بانه مجدد وان افكاره ما زالت او حتى كانت باقيه لقرون عده بعد انتقاله. أساساً خرج بعد الفصل. بمدينة طهطة بمحافظة سوهاج وعند مدخلها تجد تمثالا له يرحب بك في مكان مولده فهنا عاش رفاع رافع الطهطاوي قبل مجيئه إلى مصر ليلتحق بالجامع الأزهر الشريف لتبدأ منه مسيرته العلمية الفريدة صفاته زي صالح باشا مجدي اللي هو تلميذه كان يقول لك انه في ذكاء بدون خبث متدين بدون تزمت كان سياسي وعنده مكياسة وكان متواضع جدا يعني لدرجة انه كل ما كان يرتفع منصب ويزداد نفوذا كل ما يزداد تواضعا وكان كريم جدا وسخي جدا مع مع اهله واصدقائه ومعارفه وكل من يعني يتعامل معاه وعند منزله والذي أصبح من أشهر المنازل التاريخية في سوهاج وبشارع بورسعيد بمدينة طهطا، والتي جعلته مزارًا هامًا لكل من وطأت قدمه مدينة العلامة رفاعة الطهطاوي مؤسس النهضة العلمية في العصر الحديث. اهلا وسهلا في الدكتور مره اخرى مرحبا بكم. اهلا بكم فضل الدكتور لماذا بقى وعاش مشروع الامام رفاعة الطهطاوي والعلامه رفاعة الطهطاوي كل هذه العقود الطويله هو اساسا المشاريع اول شيء فيها الاخلاص يعني لو انها صدرت من مخلص فانها تبقى وثانيا الـ الـ الانفتاح وليس الإغلاق لأنه من أغلق على مشروعه أصبح زمنيا غير قابل لأن يتجاوز الزمان كما هو في مشروع رفع الطهطاوي ومشروع محمد عبدو إلى آخره وثالثا كما يقول الجاحظ الجاحظ قديما في القرن الثالث الهجري بيقول إن, أن كل زمن له لغته فلا بد ان تعيش في لغتك لما تيجي الاعمال الكامله لرفاع الطهطاوي وجمعها الدكتور محمد عمار رحمه الله تعالى تجد انها مفهومه تقرا كده وتفهم إذن فهو يخاطب عموم الناس لا يضع نفسه في ابراج عاجيه ويتكلم بلغه لا تصل الى افهام وعقول وقلوب الخلق لو بعد 150 سنه اجي اقرا فكاني اقرا لاحد الكاتبين العايشين ده لا دي دي مقدره صحيح. وتوفيق وجاي كل هذا من الاخلاص الراجل ده كان مخلص لانه حتى لما جه عباس كان متضايق من اللي متخرجين من فرنسا ويرى انهم فلتانين لكن ما يقدرش يقول الكلام ده فراح قال رفاعة امسك مدرسة احنا عايزين نفتح هناك مدرسة ابتدائي يعني كان فيها مهانة دي اللي في السودان في السودان فراح وفتح المدرسة وعلم العيال أربعين طفل وكان يتتبعهم زي ما يكون يعمل لكل واحد منهم ملف وبعدين لقى روحه انه في فراغ فراح, فراح مترجم الروايه بتاع تلماك من الفرنسيه الى العربيه. فهذه الهمه وهذا التواضع وهذا العطاء ما كانش يهمه ان هو يكون يعني ركن من اركان الدوله او يكون بيدرس في مدرسه ابتدائي. هو بيؤدي واجب بينه وبين الله سبحانه وتعالى في قضايا التعليم. لما رفاعه جه مصر وقعد في الازهر الشباب كله اتلف حواليه ليه كلام واضح وبيفهمهم وبيفهمهم بعمق طب الدكتور الوقائع المصريه واصدار الوقائع المصريه حضرتك شايف الخطوه دي ازاي يعني اثارها سواء اثارها الصحفي او حتى في اثارها القومي بالنسبه للمجتمع المصري وقتها يريد ان يعيش عصره ولذلك قضيه الوقائع المصريه هي كان في الاساس جايه من برضو من حسن العطار وهو بيقول آآ آآ في التنظيم لمحمد علي حسن العطار كان مدرسه هنشوف ان شاء الله ربنا يسهل آآ آآ نكلم ولكن آآ هو آآ رفاعه كلف بالوقائع المصريه وكانت اسمها الجريده الرسميه يعني الوقائع المصريه هي الجريده الرسميه التي يصدر فيها القوانين والتي يصدر فيها الديكريتو كانوا يسموها ديكريتو كده اهو والفرمانات الى اخره معناها التنظيم الحقوقي فرفاعة تولى الوقائع المصرية وكانت الوقائع المصرية في بدايتها كانت فيها مقالات بعد م. رفاعة بمدة جه محمد عبده ومسك برضو الوقائع المصرية وكتب فيها الحاجة التانية من آثار المشروع إن هو يعيش العصر ده بدأ يهتم بالآثار وبتجميعها وبوضع القوانين المانعة لتهريبها أو الاستهانة بها في الأول كان يعني كل واحد يلاقي حاجة تبقى ملكه لكن بدأت القوانين تصدر إنه هذه ثروة قومية وبدلا من ان الفرنسويه ولا الانجليز يجوا ويحملوا هذه الثروه التي يعني لا تقوم اطلاقا بثمن من كتر اهميتها الى بلادهم يحطوها في متاحفهم او في قصورهم او كذا الى اخره ان المصريين لابد ان يحافظوا على هذه الثروه الكبيره هذه النظره نظره جديده تماما لا. فالحقيقه كان رفع الطهطاوي احد العلامات الفارقه نعم. في قضيه الاثار وفي قضيه تنظيم هذه الاثار وفي قضيه بعد ذلك انشاء المتحف المصري اللي موجود في التحرير أه و و وهذا الذي دفع نعم. المصريين لان يعملوا المتحف الكبير عند الهرم ان شاء الله ربنا يمن علينا بفتحه وكذا الى اخره واخذت الاثار معنى آخر وأخذت الآثار أنها جزء لا يتجزأ من دراسة التاريخ ومن معرفة خبرة السابقين ومن أنها لها قيمة في ذاتها سواء كانت قيمة سياحية أو قيمة علمية أو قيمة اجتماعية أيضا إلى آخره ده تبين عراقة هذا البلد وتبين أهميته كل هذا جاي من مشروع آه رفاعة الطهطاوي رحمه الله, رحمة الله, رحمة الله, الله تعالى رحمة الله ونفعنا الله بعلومه في الدارين شاكر جدا في الدكتور علي جمال حضرتك شكرا لك. شكرا جزيلا فهم. شكرا موصول لحضراتكم الى اللقاء